معاكي اتفضلي. ممكن طيب توطي السلام التلفزيون عليكم بس بعد دكتور. اذنك الاول؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حاضر. طيب يا دكتورة، أنا امبارح حلمت حلم غريب، ما أعرفش تفسيره، إن شاء الله حضرتك تقولي لي عليه. ان شاء الله خير، اتفضل. إن شاء الله. حلمت إن أنا رايحة أسوق عشان أجيب شوية خضار وأجيب فواكه للبيت، تمام تمام وبعدين بصيت لقيت في جنازة في الطريق اللي أنا ماشية فيه علشان أوصل للمكان اللي أنا رايحاه. تمام. وبعدين بصيت لقيت الجنازة دي كبيرة جدا، وانا بقيت اخر واحده في الجنازه دي. تمام. ومره واحده بصيت لقيت الست اللي هي هيروحين يدفنوها، بصيت لقيتها مطلعه ايديها من الصندوق وصحيت. فانا بقول للناس انا شفتها، بصوا بصوا، ما صدقونيش. بعد كده بصيت لقيتهم قاعدين يزغرطوا من قدام على اساس على اساس ان هي صحيت. وبعد كده قلت لهم مش انا قلت لكم ما صدقتونيش. وبعد كده الميتم اللي كانوا زعلانين فيه والناس كلها زعلانه، بصيت لقيتهم كلهم عمالين يزغرطوا وفرحانين وبيلفوا بالست اللي هي صحيت ديت من انها كانت ميته. وبعد كده يا دكتوره بصيت لقيتهم عمالين يلفوا بيها. انا صليت الجمعه في اليوم ده، فرجاله راحوا يصلوا الجمعه وهي صلت بالناس الجمعه، امت بالنساء. وبعد كده يا دكتوره وهي بتصلي وقاعده بالتشهد الاخير، بصيت لقيتها حاطه الكفن اللي كانت لابساه في رجلها في حجرها. وبعد كده قالت لي انا عاوزه اسلم عليكي. وبعد كده صحيت من النوم. طيب خلاص، جميل، شكرا جدا. الحلم واضح قوي ورسالة كبيرة جدا. فتنة ستشتعل، يعني هي حتتين كده بس، لكن هتؤدي الى نقول ايه، للنصرة، ونصرة نقول العالم، بلاش الشعب عشان مخصص بلد معينة. يعني موضوع ما هيتفتح، هيحصل فيها شوية ثورات، شوية دوشة، شوية حاجات، لكن في الاخر هتكون للصالح، هتكون صالحة وليست مضرة إن شاء الله.